سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه آية رحمهم كبيرة الأستاذ ديال المؤسس معنا في المقابر سيدي حسن المناصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ إدريس العالمي الكاتب الوطني النقابة الوطنية لعدول المغرب، تعلمون جيدا أن السادة العدول يعيشون حاليا احتقانا وطنيا على المستوى الوطني، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب، هو أن قانون 603 لم يحين ولم يلائم بعد مع دستور المملكة دستور 2011 الذي يتسم بالحرية والديمقراطية والمساواة بين المهن. تعلمون جيدا أن السادة العدول حاليا يعيشون هذا الاحتقان مجموعة من الإكراهات، أولها أنهم غير متساوون في الحقوق والواجبات مع المهن المنافسة، وبالتالي نعقد اليوم هذا اللقاء الذي هو لقاء جهوي لعدول استنافية الدار البيضاء لتأسيس مكتبهم الجهوي النقابي الذي سيكون دعامة أخرى من أجل تحقيق المطالب المشروعة للسادة العدول على المستوى الوطني. ومن هذه المطالب هي ما سيتدارسه حاليا واليوم في هذه القاعة السادة العدول لخروج بمجموعة من التوصيات التي تهم المهنة والتي سيتبناها المكتب المركزي للنقابة الوطنية لعدول المغرب. وشكرا. نضيف لكم هذه النقابة، الفرع النقابي هو قوة ودعامة للمكتب المركزي الوطني النقابي، كما أنه نظرا لقيمة المدينة العمالية باعتبارها مدينة صناعية واقتصادية وعمالية ومدينة مليونية، وأن الدار البيضاء هي محور المغرب، بالتالي فإن عدول الدار البيضاء يشكلون دعاما محورا أساسيا في منظومة القضائية لمساعدي المهن القضائية، وإن دور هذا الفرع سيكون له دور قوي وجبار وفعال في تحقيق مجموعة من المطالب التي ينادي بها السادة العدول على المستوى الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. رشاد عبد السلام أمين المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، والكاتب الإقليمي لعين سبع الحي المحمدي البرنوسي. أولا في هذا اللقاء اليوم للمؤتمر الجهوي ديال العدول هو حقيقة شرف كبير، لأنه كان انطلاقة دياله الأصلية من المركزية في الرباط حينما تأسس المؤتمر الوطني للعدول، وهذا جد يسرنا جدا، لأن دائما الكاتب العام الاتحاد العام الشغالين بالمغرب يهتم بجميع القطاعات وخاصة هذا القطاع، لأنه قطاع اللي حقيقة الكل يعرفوه، لأننا يعني كما قيل على أنه الفقير أو الغني أو أي واحد كان يبغى يكتب يعني أي حاجة إلا وتنقصده العدول، وهاد العدول هم حقيقة ناس اللي أسرار وأمانة عند كل ديال كل واحد. هاد الناس يجب أن يعطى لهم حقوقهم التي هي مشروعة، ونحن معهم وسنكون معهم في جهة الدار البيضاء سطات، وخاصة أن هذا المؤتمر اليوم غادي يبقى مؤتمر يعني مسجل عندنا في الجهة ديال الدار البيضاء سطات التاريخي، لأننا هاد نعتبرهم هم شرفاء في المهنة ديالهم، هم يعملون من أجل يعني وضمان حقوق اللي هي حقيقة واحد الأمانة وواحد التقليد على العاتق، فنتمنى النجاح والتوفيق إن شاء الله في هذا المسار ديال الإخوان، وكذلك الدفاع على جميع المطالب ديالهم الحقيقية والمشروعة والقانونية، والله الموفق. السلام عليكم، معكم الأستاذة دليلة مسعيد عدل الموثقة باستنافية الدار البيضاء. اليوم نحن جد سعداء بهذا اليوم اللي لطالما انتظرناه، هو أنه يتم افتتاح هذا الفرع ديال النقابة بالدار البيضاء، هو واحد الخطوة نضالية باش أننا نوصلوا الصوت ديالنا، الصوت أولا صوت العدل، وثانيا الصوت ديال العنصر النسائي. كنعرفوا كلنا بأن هي
هي خطوة نضالية غتخدم المينا، لأن أي حاجة فيها خدمة للمينا وغترقي بها وغتسعى إلى تطويرها وإلى توصل الصوت ديالها، فحنا غادي ندعموها وغادي نساندوها. فبطبيعة الحال هذه المرحلة اللي تتعيش فيها مينا تخطة العدالة بمشاكلها وبالإكراهات ديالها وبالمطالب اللي تنطلبوها، فوجود هاد الخطوة فهي بطبيعة الحال غتخدمها. ماشي غير الخطوة، وجود هيئة، وجود جمعيات، وجود مؤسسات، وجود فروع نقابية، كلهم هادو غادي يساهموا في أنهم يتم توصيل الصوت ديالنا. بطبيعة الحال هاد الفرع هو واحد غتكون قيمة مضافة لهاد المهنة ولينا حنا ناس ديال الدار البيضاء، لأننا كنا كنعرفوا المكانة ديال الدار البيضاء اللي تستحق يكون فيها هاد الفرع، مكانة مهمة على مستوى الاقتصاد، على مستوى التوثيق العدلي. ونحن كنساء عدول يعني دابا قاربنا سنة على دخولنا الميدان العملي، فأكيد لقينا واحد الإكراهات وصعوبات، وغيكون إن شاء الله هاد الفرع الجديد هو صوت لنا نوصلوا هاد الصعوبات والإكراهات، لعل إن شاء الله نوصلوا لواحد النتائج إيجابية، والجهات المسؤولة توصل تقول بأنه لا بد على أنه يتم تغيير القانون باش يتيسر العمل. عجبني اختيار لهذه النقابة لأنني كنت في البداية ما كانش عندي واحد توجه، ولكن بحكم أن الأستاذ ديالي اللي هو رئيس مجلس الجهوي السابق رحمه الله الأستاذ حسن بن صاريف يعني كان من الناس اللي مؤسسين للنقابة، وأنا كنت تلميذة ديالو كنت أتدرب عنده، فكان واللي بزرع في نفسي هذا النضال وما ترددش بحكم أنه كان في مسكين ترحم الروح، ونتمنى أنني نكون صورة ولو مصغرة من نضال ديالو. سلام البوريني، مؤسس الهيئة الوطنية للعدول، والآن أنا مناضل في النقابة الوطنية لأنني أعتبرها هي الدرع والحصن الحصين للهيئة الوطنية للدفاع عن حقوقها ومطالبها وملفها المفصلي. نعم أستاذ. نعم. علاش اخترتوا هذه النقابة؟ النقابة لأن الهيئة مختصة بالمهنة، تدافع عن المهنة وتخطط وتشرع، بينما النقابة الاختصاص ديالها هو الدفاع عن المطالب ديال الهيئة، كل مطالب والمكاسب اللي أسسها الهيئة واقتنتها الهيئة ويعني تبنتها، فالنقابة الوطنية هي الدرع اليميني القوي اللي غادي يتبع، لأن هذه مختصة بالاحتجاجات والنضالات والإضرابات إلى آخره، بينما الهيئة مختصة بالشؤون المهنية والدفاع عن حقوق العدول. النقابة هي قيمة مضافة، لأن النقابة كتمثل الجناح النضالي، وبالنضال تتحقق المطالب، وإذا لم يكن نضال ولا إضرابات ولا احتجاجات دائما الإنسان يعيش بين الحفار كما قال أبو القاسم الشبي، بينما النقابة هي دائما تدعو إلى الطموح والسمو والنضال والدفاع عن الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق القاسمي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول في المغرب، المنضوية طبعا تحت لواء الاتحاد العام للشغالين. اليوم تجتمعوا في الدار البيضاء في مقر الاتحاد العام للشغالين من أجل تأسيس فرع نقابي جديد إضافة إلى باقي الفروع. من طبيعة الحال الفروع المؤسسة سابقا كان فرع مكناس، فرع 16، وفرع فاس، واليوم تنجيو باش نأسسوا فرع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. من غني عن البيان بأن النقابة الوطنية للعدول المغرب قامت بوقفة احتجاجية يوم 20 ماي تنديدا بالوضع المتردي للمهنة، وأن النقابة في هذا الصدد تشتغل من أجل تقوية هياكلها، ومن أجل كذلك العمل على أن تكون لها يد قوة في تعديل القانون، لأن النقابة الوطنية للعدول المغرب اليوم ارتأت أنه مجموعة من انتكاسات، مجموعة من التراجعات، فبات لزاما على النقابة الوطنية أن تسجل حضورها بشكل قوي لحماية وحفظا لجميع الحقوق ديال السادة العدول الزميلات والزملاء عبر ربوع المملكة. لماذا تم اختياركم للنقابة؟ حقيقة بالنسبة للنقابة الوطنية للعدول المغرب سابقا كانت نقابة مستقلة، إلا أن بعد تفكير
عميق للمكتب الوطني، اعضاء المكتب الوطني ارتأوا انضواءها تحت مركزيه نقابيه عتيده، واكيد انه بعد المداولات والمشاورات تم انخراط وانضواء تحت لواء منظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وكان لقاء سابق مع السيد الامين العام للحزب الاستاذ نزار بركه في المقر العام ديال الاتحاد العام للشغالين، مقر الحزب ديال الاستقلال بالرباط، وكذلك كان لقاء مع السيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين الاخ نعام مياره. واكيد ان النقابه ماده ديال النقابه الوطنيه للعدول المغرب، وكذلك النقابه الوطنيه للعدول تشتغل الان بكل احترافيه وبكل مسؤوليه من اجل ان تكون للنقابه الوطنيه للعدول كلمه في اطار هذه التعدديه التي يكفلها الدستور المغربي. كنحددوها وكنقولوا بان جات الوقت المناسب، لان تآمرت الايادي على الاخفاق بهذه المهنه وباصحابها. ولهذا كنقولوا بان النقابه الوطنيه، لان من حقها النضال والدفاع والاستماته، شيء ما عندهاش حد جهات اخرى، لان المساله ديال النضال والدفاع ما كاينش في قانون الجهات الاخرى. وبالتالي فها التاسيس ديال المكتب جاء في محلي، وخصوصا انه جهوي، وفيه الحمد لله طاع فيه واحد العدول الاخيار، ونتمنوا التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور غفير طارق، عضو الاستنافيه ديال الدار البيضاء. اليوم نحضروا اجتماع النقابة الوطنية للسادة العدول المنتمية أو المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك لأجل انتخاب أعضاء المكتب المسير في مدينة الدار البيضاء. معروفة كنقابة وطنية تنتمي لحزب وطني عريق، حزب وطني عتيد، وحزب استقلال معروف بالمواقف ديالو الجريئة، معروف بالانتماء للهوية المغربية اللي كيجمعوها ثلاثة ديال المكونات: الملكية والصحراء المغربية اللي هي الوحدة الوطنية، والانتماء للمذهب المالكي اللي هو عقيدة وشريعة وديانة ومعاملات. ونحن كجهاز ننتمي للمهنة القضائية اللي هو جهاز ديال السادة العدول، نقوم أو نحرص على إرساء الأمن التعاقدي عند الناس، وبالتالي هذا الأمن التعاقدي يجد رحابته ويجد تحصيله في المذهب المالكي وفي القانون المغربي اللي هو معمول به في البلاد. لذلك اخترنا هذه المهنة لأنها تتماشى مع البنود العريضة لحزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.